السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله. أسألكم وأسأل كل فرد فيكم، هل آن لنا أن نفتح كتاب الوطن؟ هل آن لنا أن نفتح كتاب الحلم الجميل لمصر؟ مصر عاشت زمناً طويلاً ليس مسموحاً لها حتى بأن تحلم، لكنها عندما نسجت حلمها كان مستعصياً ويقف أمامه حكم جماعة فاشية معادية للديمقراطية ومعادية للشعب ومعادية حتى لصحيح الإسلام. اقتلاع هذه الجماعة كان بداية الحلم، ويتعين علينا أن نواصل، وإلا فلا أمل. أهواك يا مصر والهوى قدر، لكنني رغم الهوى قد جئت أعتذر. كل منكم يجب أن يحفظ هذا البيت، فكل منا مدين بالاعتذار لمصر، مدين لها. البعض مدين لها لأنه عصر الليمون، والبعض مدين لها لأنه عارض بأقل مما يجب أن يعارض، والبعض مدين لها لأنه صمت، والبعض مدين لها لأنه قال أقل مما يجب. لكننا جميعا مدينين لها بالاعتذار، ولكي نحقق قدرتنا على أن نعتذر لها يجب أن نواصل المعركة، أن نواصل معركتنا ضد الجماعة الإرهابية وضد التأسلم السياسي وضد كل من يقفون معها وضد كل من يعتقدون أن بالإمكان أن نقوم بتصالح معها وضد كل من يعتقد أن بالإمكان أن يعود عجلة التاريخ إلى الوراء. مصر تقدمت ولن ترجع مرة أخرى إلى الوراء. يا إخواتي الأعزاء، نحن إزاء دستور أعتقد أنه يقودنا إلى مصر مجتمعاً ديمقراطياً ليبرالياً حراً تقدمياً قادراً على أن يحقق السعادة لأهله. وطن حر وشعب سعيد، هل هذا كثير على مصر؟ وطن حر وشعب سعيد، ولكن نمتلك، كل منا يمتلك ملاحظات على الدستور. وكما قالت الأخت المستشارة تهاني الجبالي السيدة العظيمة، قالت إنه منتج بشري، وكل منتج بشري بالضرورة فيه نقص، بالضرورة فيه نقص، لكن دستورنا الآن فيه نقص وفيه جمال. دعونا نحافظ على الجمال، دعونا نقول نعم لهذا الدستور، ليس فقط لأنه يحقق للشعب المصري كثيرا من أمانه، فالشعب المصري يمتلك أمان متراكمة في أعماقه قد لا يحققها هذا الدستور كلها، لكن نقول نعم لهذا الدستور لأننا نقول لا للجماعة الفاشية، لأننا إن لم نقل نعم فهذا سيعني التصويت بنعم لذلك الدستور المشوه البائس اليائس الذي كان يسمى دستور 2012. نقول نعم لأننا نرفض التأسلم، نقول نعم لأننا نرفض الولاء للاستعمار الأمريكي،
والخضوع للاستعمار الأمريكي والخضوع للمخطط الأمريكي. نقول نعم لأننا نرفض المؤامرة على مصر، المؤامرة التركية القطرية الإسرائيلية الأمريكية التي تسعى إلى استعباد الشعب المصري وإلى استرقاقه لحساب الولايات المتحدة الأمريكية. أرأيتم كيف أن أمريكا غاضبة الآن لأننا قلنا أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية؟ فإن لم تكن هذا الإرهاب هو الذي يجري على أرضنا، فماذا يكون الإرهاب؟ ألا إنهم يريدونها، هي يريدون هذه الجماعة بالذات لتنفذ مخططهم. أذكركم بشيء أساسي، المؤامرة الأمريكية بدأت بتدمير كل القوى لهذه المنطقة. دمر الجيش التونسي، فهل بقي منه شيء؟ دمر الجيش الليبي، فهل بقيت منه سوى فتات؟ دمر الجيش السوداني البائس اليائس، دمر الجيش اليمني، دمر الجيش السوري، دمر الجيش العراقي، ولم يبق صامدا سوى الجيش المصري. أعلمتم؟ هل علمتم لماذا يكرهونكم؟ هل علمتم لماذا يكرهوننا؟ لأننا قاومنا ورفضنا ووقفنا عقبة أمام مشروعهم. تصوروا لو أنهم استطاعوا تدمير الجيش المصري، ماذا كان يبقى لهذه الأمة العربية؟ ماذا كان يبقى لنا؟ هل كنا سنحكم بيد أردوغان الفاشل الفاشل الفاسد؟ هل يمكن أن تتصوروا رئيساً يعزل قوات البوليس، قواد البوليس لأنهم قبضوا على فاسدين، يتهم القضاة جميعاً لأنهم يقاومون الفساد؟ هي دي حاجة جديدة؟ إنه يكرر ما فعله مرسي المعزول. كان مرسي أيضاً يضرب رجال الأمن الذين كانوا يرفضونه، يضرب القضاء لأنه يعرف أنهم سيقاومون. الآن نحن إزاء دستور يتطلب منا أن نقول له نعم. نقول نعم لأننا نريد وطناً، وطناً حراً ديمقراطياً، وطناً يقوم على المساواة الكاملة والتكافؤ المتكامل، وطن تكون فيه المرأة تماماً كالرجل، والمسيحي تماماً كالمسلم، والفقير تماماً كالغني، وطن يقوم على المساواة الكاملة وعلى الاحترام الكامل للمواطنين، وطن يرفض الفاشية الإخوانية ويرفض التأسلم ويرفض المتآمرين على مصالحه ويرفض المصالحة مع هؤلاء المتآمرين، وطن يخدم مصالح أبنائه يشعرون فيه أنهم مواطنون حقاً على قدم المساواة حقاً ولا يستعبدون أبداً. أيها الإخوة الأعزاء، سنقول نعم لهذا الدستور لأننا نقول نعم لمصر، لأننا نقول نعم للشعب، لأننا نقول لا للإرهاب، لأننا نقول لا لحكم الجماعة الفاشية، لأننا نرفض الاستعباد والتآمر الأمريكي على شعبنا. تعالوا لنحتشد تحت الشعار الجميل 80-80، ليحضر 80% على الأقل من المواطنين. فلنحشد المواطنين لكي يحضر على الأقل 80% منهم، ثم 80 الأخرى ليقول المواطنون على الأقل 80 من الحاضرين نعم للدستور. بهذا نهزم الدستور البائس، وبهذا نهزم الجماعة، وبهذا
تنطلق مصر إلى الأمام. أشكركم وأشكر الأستاذ أخي العزيز أسامة برهان الذي اقتلعني من اجتماع كنت فيه وأتى بي مرغما، لكنني لم أكن لأستطيع أن أعتذر، فما من أحد يستطيع أن يعتذر لكل هذا الجمع الجميل. أشكركم ولنسر في طريقنا نحو نعم للدستور. شكرا جزيلا.